السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في انقضاء الأيام حافزاً لأرباب الهمم، وفي تصرم الأعوام ذكرى نافعة لبناء الأفراد والأمم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر عباده بالمسارعة إلى الخيرات، وحثهم على الإكثار من الطاعات، ونهاهم عن سبل المنكرات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أجهد الناس لنفسه في صلاح دنياه ومعاده، وأوفرهم نفعًا وإصلاحًا لأمته وبلاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأبرار وتابعيهم من المؤمن الأخيار، صلاةً وسلامًا دائمين ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا معشر المؤمنين، أوصيكم بتقوى الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا رحمكم الله أن الأيام لا تنقضي عبثا،
والأعوام لا تذهب سدى. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بل هي رصيد الإنسان ليوم العرض الأكبر، تشهد عليه بما قدم فيها من خير أو شر، وهي محطات للتفكر والاعتبار، تفكر يقود إلى تعظيم الله وأداء حقه وحق عباده. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. فهذه الشهور المتعاقبة تولد فيها الأهلة كما يولد الجنين طفلا، ثم تنمو حتى تصير أقمارا وبدورا، فما يستقر لها كمال حتى تبدأ في التناقص. ولذلك دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى التفكر والاعتبار في تقلب الليل والنهار، ليعتبر أولو الألباب فيأخذوا من كمالهم لنقصهم، ومن سعتهم لضيقهم، ومن دنياهم لآخرتهم. قال عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أيها المؤمنون، ها نحن نودع عاما ماضيا شهيدا، ونستقبل عاما مقبلا جديدا. شهد علينا الماضي بما قدمنا، وسيفعل ذلك العام المقبل بما أسررنا ونوينا. فهلا من وقفة مع النفس نحاسب فيها أنفسنا، ونراجع أعمالنا، لنستفيد من تجارب الماضي، ونأخذ من معطيات الحاضر ما نجتاز به عقبات المستقبل. فالعمل من أجل غد أفضل يبدأ بالتغيير، والتغيير يبدأ من النفس، مصداقاً لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وحتى يحقق المسلم التغيير المنشود، فلا بد أن يكون واقعياً في تصوراته وآماله، متزناً في جميع شؤونه وأحواله. وقد ضرب الله مثلاً في كتابه بشأن من أعمى الله بصيرتهم حتى صاروا يستحسنون قبيح الفعال ويتعلقون بفاسد الأعمال، فقال في حال أفكارهم وأعمالهم: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وأما المسلم فإنه يستمد خططه وأفكاره من الواقع، من الواقع الذي يقرأه من صفحات الكون وسطور سنن الحياة، التي يطالع فيها أن الثمرة لا يجنيها إلا العاملون، والراحة لا ينالها إلا الجادون. ألم تروا كيف أوحى الله إلى مريم وهي في أصعب أحوالها بقوله سبحانه: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ولو شاء الله لأحنى لها الجذع من دون هزة، بل لو شاء لأذاقها حلاوة الرطب دون سبب، ولكنه تعالى يعلم عباده ما يصلح أمرهم ويقوم شأنهم. فشمروا رحمكم الله عن سواعد الجد، وأقبلوا على مصالح دينكم ودنياكم،
فقد أفسح الله لكم بمنه في أعماركم ما يكفيكم لصلاح أعمالكم مما يخص معاشكم ومآلكم، فضعوا الخطط للإعمار والتنمية، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فقد قال عز من قائل: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن من إحسان العمل وإتقانه أن يكون مرسوما وفق خطط مدروسة تأخذ بعين الاعتبار درجة العمل وأهميته وأسباب نجاحه وفائدته وثمرته وعاقبته. اسمعوا إلى كلام ربكم وهو يوجه عبده ورسوله داود عليه السلام لإتقان عمله فيقول: أن اعمل قدر في السرد. واسمعوا قول رسولكم صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. فيا أيها الشباب، انفضوا عنكم غبار الخمول والكسل، وأقبلوا على الجد والعمل، فإنه بهما يحصل ما يعقد عليكم من الطموح والأمل. فأنتم ذخر الأمة وعمادها، بكم يقوم أمركم، بكم يقوم أمرها ويعلو شأنها. فاجعلوا من عامكم المقبل عام علم وتعلم، واطرقوا أبواب المعارف التي تكسبون بها معاشكم من سائر العلوم والحكم. فقد كان أول ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. واعلموا أن العلم ثروة يخوض به صاحبه غمار الحياة، مطمئن البال ثابت الخطى رابط الجأش. وما ضاعت أمة احترف أبناؤها وأبدع شبابها. فاتقوا الله عباد الله، وحاسبوا أنفسكم، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. حاسبوها المحاسبة المثمرة التي تنتج ندماً على المعصية والتقصير، وتحولاً إلى العمل والإنتاج والتصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بالمسارعة إلى الخيرات وتدارك ما مضى من الهفوات. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل البريات، القائل: خيركم من طال عمره وحسن عمله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أولي الفضل والمكرمات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن تعاقب الأعوام يدفع العاقل الحريص عسرته أن يفكر في مسيرتها وطموحاتها وما أنجزته على جميع المستويات، فينظر في علاقته الزوجية وتحصيل أبنائه الدراسي وسلوكهم في البيت واتجاهاتهم الخلقية والاجتماعية وحال الأسرة في النواحي الفكرية والاقتصادية وعلاقاتها مع المجتمع،
فإن وجد خيرًا فليحمد الله، فإن ذلك فضلٌ من الله، وإن وجد الخلل أو التقصير فليكن مستهل عامه متطلعًا إلى الأفضل، فيجعل في خطته السنوية كل ما يرى فيه تحقيقًا للآمال الأسرية، فيعطي الناحية التربوية اهتمامًا كبيرًا، وليشرك زوجه وأسرته في وضع البرامج التي يأمل منها الوصول إلى غدٍ أفضل، ليكون في ركب المؤمنين الذين قال الله فيهم وأمرهم شورى بينهم. وما أجمل أن يقف كل منا وقفة صدق ووفاء لمجتمعه، يسأل نفسه كم من المشاريع الخيرية ما في إنشائها أو حرص على تفعيلها، وماذا قدم لأمته من البحوث النافعة التي ترتقي بفكر أبنائها وتسهم في عمرانها وبنائها. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهكذا فشعور المرء بمسؤولياته تجاه الآخرين يدفعه إلى القيام بحقهم والسعي في الصالح العام وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. فاتقوا الله أيها المسلمون، وضعوا لأنفسكم مطلع كل عام جديد أهدافًا محددةً لتحقيقها، وارسموا الطريق الذي يوصل إليها، فالعفوية لا تصنع الإنجاز في كثير من الأحيان، فخططوا بإتقان تدرك الآمال. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه، حيث قال عز قائلًا عليمًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة المطهرين أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، ولا تدع فينا ولا معنا شقيًّا ولا محرومًا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع جمعتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، سبحانك بك نستجير وبرحمتك نستغيث. ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. تسوية الصفوف عباد الله من تمام الصلاة. أتم الصفوف الأول، حاذوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.